أي فيروس هذا الذي حير العلماء بإيجاد لقاح له؟ وأي لقاح هذا الذي حير الناس في تلقيه؟ الصين صنعته وأهدته إلى العراق، وصلت أول وجبة وكانت من نصيب الأطباء، تلقوه دون أي أعراض تذكر، فشرط تلقي اللقاح هو عمل الفحوصات قبل أخذه، وهم يوضحون ذلك. بالنسبة لي يعني أنا أخذ اللقاح ما متخوف من عنده، بس لازم أنه أسوي تحليل، يعني تحليل PCR أو يعني أنه أكتشف أنه أنا ما عندي أعراض أو ما عندي أي مرض أو ناقل للمرض حتى أقدر أخذ أي لقاح، إن كان صيني إن كان أمريكي إن كان هذه. وبالنسبة للناس، الناس متخوفة من هذا الشيء لأن أكو حملات إعلامية تشوه صورة اللقاح. رابط إلكتروني حددته وزارة الصحة لتسجيل الراغبين في أخذ اللقاح عند وصول الوجبة الأخرى، إلا أن كثيرا من المواطنين معرضين يرفضون تلقيه، متخوفين ومترددين. ردهم هو انعدام الثقة بالمؤسسات الحكومية. الشعب حاليا ما عنده ثقة باللقاح، خايف، يقول لك خاف أنا أخذ اللقاح وبعدين صار عندي مضاعفات وأتوفى، فهاي المشكلة. لا، إحنا لو عندنا ثقة باللقاح، ثقة يعني عمياء وكبيرة، بالعكس تصير شغلة عكسية، المواطن هو يقوم يفكر بأخذ اللقاح بأسرع شيء. المواطن العراقي لا يثق ثقة كاملة بخلية الأزمة، ولا يثق أيضا في وزارة الصحة، لأن هناك الجميع يعلم أن هناك فساد مستشري في كل مفاصل الدولة، ليست فقط في هذا القرار، وكل مفاصل الدولة اليوم هناك الكثير من القرارات المربكة، وبالتالي اليوم أصبحت محل شبهة. الخروج بمؤتمرات دولية ومحلية وبث الوعي والتثقيف من قبل وزارة الصحة هو ما طلبه من تثار بداخله الشكوك حول لقاح تثبت الأيام فعاليته. قناة الرشيد، عمار غسان، بغداد. أي فيروس هذا الذي حير العلماء بإيجاد لقاح له؟ وأي لقاح هذا الذي حير الناس في تلقيه؟ الصين صنعته وأهدته إلى العراق، وصلت أول وجبة وكانت من نصيب الأطباء، تلقوه دون أي أعراض تذكر، فشرط تلقي اللقاح هو عمل الفحوصات قبل أخذه، وهم يوضحون ذلك. بالنسبة لي يعني أنا أخذ اللقاح ما متخوف من عنده، بس لازم أنه أسوي تحليل، يعني تحليل PCR أو يعني أنه أكتشف أنه أنا ما عندي أعراض أو ما عندي أي مرض أو ناقل للمرض حتى أقدر أخذ أي لقاح، إن كان صيني إن كان أمريكي إن كان هذه. وبالنسبة للناس، الناس متخوفة من هذا الشيء لأن أكو حملات إعلامية تشوه صورة اللقاح. رابط إلكتروني حددته وزارة الصحة لتسجيل الراغبين في أخذ اللقاح عند وصول الوجبة الأخرى، إلا أن كثيرا من المواطنين معرضين يرفضون تلقيه، متخوفين ومترددين. ردهم هو انعدام الثقة بالمؤسسات الحكومية. الشعب حاليا ما عنده ثقة باللقاح، خايف، يقول لك خاف أنا أخذ اللقاح وبعدين صار عندي مضاعفات وأتوفى، فهاي المشكلة. لا، إحنا لو عندنا ثقة باللقاح، ثقة يعني عمياء وكبيرة، بالعكس تصير شغلة عكسية.